السلام عليكم، معكم جد ياسين صحفي من مدينة طنجة، ماشي دابا في برشلونة. قريت في المعهد البحر الأبيض المتوسط للصحافة والإعلام، تخصص سمعي بصري. الإعلام معروف أنه هو كتكون من الصغر هواية، كنا الناس اللي كيعشقوا الإذاعة وكيعشقوا التلفزيون. تربينا في زياراتنا ملي كنا صغار على إذاعة طنجة، الإذاعة الوطنية خاص الجهوية ديال مدينة طنجة. كنا كنشوفوا الصحفيين الكبار، الأسماء الكبيرة اللي تعرفت في المغرب كيفاش كتخدم. كنا كنشوفوهم وكنتمناو أننا شي نهار حتى احنا نوصلوا بحالهم ونكونوا حتى احنا قدام الميكروفون وحتى احنا نتكلموا مع المستمعين. دار الوقت، جا النهار اللي تمكنا أننا نوصلوا لداكشي اللي كنا كنحلموا بالمساعدة ديالهم. بطبيعة الحال كانوا كيساعدونا، كيوريونا طريقة الشغل كيفاش. حاولنا من خلال الدراسة أننا نحسنوا او لا ندخلوا الطبع الاكاديمي على داكشي اللي كنبغيو. الحمد لله اشتغلت في زومسات تي في، هذا اول تلفازه الكترونيه في المغرب. من خلال مجموعه ديال البرامج كان عندي برنامج ضيف خفيف، البرنامج اللي كنت كنستقبل من خلاله مجموعه ديال الفنانين. كانوا حلقات متميزه، استحسنوهم الناس، كانوا متابعين بزاف تبارك الله، هذا الامر اللي كيفرح. من بعد كان عندي برنامج ثاني، برنامج اكبر ثاني برنامج في المغرب ديال اكتشاف المواهب، اللي هو برنامج نجم الجهة. اشتغلنا عليه، كان الكاستينغ في مجموعة من المدن المغربية خاصة في الجهة ديال الشمال، كانوا لي برايم، كانت الامور مزيانة. اكتشفنا من خلال البرنامج مجموعة ديال المواهب الشابة، مواهب شباب مغاربة اللي عندهم موهبة الغناء، عندهم موهبة الكوميديا. من بعد التحقت بإذاعة كاب راديو في طنجة كمقدم برنامج صباحي المورنينغ اللي كان فيه 3 ديال الساعات. البرنامج اللي كانت فقراته متنوعة، فقراته مختلفة، كان تواصل من طرف الناس تحسنوا البرنامج، فقرات إخبارية متنوعة، كذلك فقرة ديال موضوع الحلقة، والضيوف كذلك اللي كانوا كيحضروا معنا من خلال البرنامج، برنامج اللي كان ناجح بكل المقاييس. جاء واحد الوقت بدا الاسم ديال جاد ياسين كيتعرف، بديت كنخرج من المغرب كنجي لاسبانيا مثلا باش نقدم مجموعه ديال السهرات اللي كنظموها او اللي كنظموها كتنظمها الجمعيات ديال المجتمع المدني هنا في اسبانيا المغاربه. بطبيعه الحال جيت لبرشلونه، اشتغلت مجموعه ديال السهرات كما قلت، عجبتني المدينه. من بعد رجعت للخدمه ديالي عادي، جات الفكره ديال الهجره من بعد الزواج ديالي. تزوجت وقررت باش انني نجي نعيش مع الزوجة ديالي هنا في برشلونة. والفكرة اللي جاتني انني اول ما نجي خصني نخلق شي حاجة عندها علاقة بالاعلام كراديو ولا تلفزيون. اول ما التحقت بواحد المدينة اللي كنت كنزورها ولكن ما عشتش فيها، ما كنعرفهاش، حاولت انني نبحث على شي حاجه اللي في المجال ديالي، المجال اللي كنعرف نخدمه، المجال التخصص ديالي اللي هو المجال الاعلامي. قلبت لقيت بانه كاين منابر اعلاميه، كاين مواقع الكترونيه اللي كيشرفوا عليها مجموعه ديال الزملاء المغاربه بطبيعه الحال، ولكن لقيت بانه الجاليه المغربيه هنا موجوده بكثره ولكن ما عندهمش منابر اعلاميه ديال القرب اللي كتكون قريبه منهم، كراديو مثلا ولا كتلفزيون اللي يكون كيواكب الاعمال وكيواكب التطور ديال الجاليه المغربيه هنا في برشلونه. كما قلنا لقيت زملاء اللي كيشتغلوا في المجال، لكن كاين خصائص، لقينا بانه كاين خصائص كما ذكر لي وقلت سبق لي وقلت عفوا، بانه خصنا منابر اعلاميه اللي تكون قريبه من المواطن، قريبه من الجاليه المغربيه، حيث الجاليه المغربيه محتاجه فعلا المنابر الاعلاميه اللي تتكلم بصوتها، اللي تقرب مشاكلها للناس والمسؤولين، كما كنشوفوا بلجيكا وكما كنشوفوا فرنسا وفي هولندا كذلك. هنا لقينا بانه كاين خصائص وفكرنا باش اننا نشتغلوا مع كافه الزملاء، نديروا يد في يد ونقلبوا باش اننا نقدروا نديروا شي منبر اعلامي اللي يتكلم بالصوت ديال الجاليه. قبل من نبدا مع في البرنامج اللي كنقدمه دابا، لقيت كانوا مجموعه ديال الزملاء اللي بداو التجربه ديال البرنامج باللغه العربيه على راديو اسباني اللي هو راديو كانال برشلونه. تجربه ما عرفناش الاسباب علاش ما كانش عندها واحد النجاح، ما وصلتش للناس اكثر،
حاولنا اننا نشتغل على نفس الفكره، على نفس الملف، اننا نخدموا راديو او برنامج باللغه العربيه موجه للجاليه، لكن من خلال واحد القناه او واحد الاذاعه اللي هي اسبانيا. كان التواصل مع راديو كانال برشلونه من خلال مؤسسه الاندماج والتعاون، مؤسسه اللي نسقت مع هذا الراديو باش انه نعملوا برنامج باللغه العربيه. انطلقنا، بدينا البرنامج من خلال جوج ديال الساعات من 3 حتى 5 ديال العشيه. برنامج متنوع، فيه فقرات مختلفه، مواضيع مختلفه، ضيوف مختلفين من الاثنين حتى للجمعه. بدينا بجوج ديال الساعات، بدينا كنحسوا بانه كاين تجاوب ديال الناس. من بين الصعوبات اللي لقينا المشكل ديال المصادر، ما كاينش مصادر متوفره بواحد الطريقه اللي هي كبيره باش انك تقدر تقدم واحد الخدمه اعلاميه في المستوى. كذلك من بين المعيقات اللي لقينا التجاوب ديال الناس غايبه عليهم الفكره ديال كاين واحد الراديو بالعربيه اللي كيهضر بسميتكم، تقدروا تتواصلوا معنا بالتليفون وتهضروا على المشاكل ديالكم بكل حريه، تهضروا تبغيو تشاركوا افكاركم مع الناس. كانت هذه الفكره ناقصه، ما كايناش عند الناس، كيسمعوا راديو بالعربيه ولا برنامج باللغه العربيه ما كيديوهاش فيه، ما كاينش اهتمام في البدايه. بالنسبه للجاليه المغربيه لقيتها بانها كتواجد بكثره هنا في المنطقه ديال كاتالونيا، ولكن ما كاينش تنسيق ما بين الجاليه، ما كاينش داك الحب ما بين الجاليه. لقينا الجاليه متفرقه، كل واحد كيشوف راسه، ما كاينش داك الحب ديال التعاون والاخاء وان الناس يشتغلوا مع بعضياتهم. هادو من بين الاهداف ديالنا اللي حاولنا اننا نخدمهم من خلال البرنامج، اننا نقربوا المغاربه من المغاربه، نقربوا المغاربه من بعضياتهم من خلال واحد الصوت واحد اللي هو البرنامج ديال صوت الجاليه على راديو كانال برشلونه. احنا فرحانين البرنامج اللي بدا بجوج ديال الساعات دابا تمكنا اننا نوصلوا 3 ديال الساعات كنتواصلوا من خلالها مع المستمعين ديالنا. فرحانين بالتجاوب ديال الجاليه، بداو كيفهموا بانه كاين واحد الصوت ديالهم من خلاله يقدروا يوصلوا افكارهم ومشاكلهم. فرحانين بالتجاوب ديال الناس من المغرب، من الولايات المتحده، من انجلترا، من بلجيكا، من سويسرا، مجموعه كبيره ديال الناس اللي وصل لهم بانه كاين برنامج باللغه العربيه كيتكلم على الجاليه في القلب ديال مدينه برشلونه. فرحانين بالمكالمات ديال الناس اللي كيتواصلوا معنا من خلال كل حلقه، التليفون ما كيسكتش تبارك الله. احنا فرحانين باننا غادي في الطريق الصحيح باش اننا نمثلوا الجاليه ديالنا احسن تمثيل. تحيه كبيره لزملائنا في الموقع ديال ام دي ام 24، كنحيي بزاف 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 زميلنا رشيد فارس على كل ما كيقوم به، كل ما كيعملوا من جهد باش انه يوصل الصوره ديال الجاليه في احسن صوره للمسؤولين في المغرب، للاعلاميين، لكل ما واحد اللي بغى يشوف الصوره ديال الجاليه. كنشكر ام دي ام وكنحييكم، وفرحان بانني فين ما كيكون شي لقاء فيه المغاربه كنلقاو فيه ام دي ام. تحيه لكم.